بالعرض المبهر مع هجن صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هكذا كان شوطنا الأول والرئيسي للزمول مسجلا باسم ملبي. تهانينا وألف مبروك. وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وسلام. أحييكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم في هذا المساء الجميل، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير لعام 2022 ميلادي. متابعينا الكرام، هكذا أعلنت انطلاقتي هذا الشوط ضمن هذه الأشواط وضمن هذا الكرنفال الغالي، المهرجان الغالي على قلوبنا، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. المهرجان اللي جمع شعب وأخوان الله يعيده فيه فرحة ونوماس، فيه اجتماع أخوان من كل الأوطان وترحيبنا بضيوفنا ما له قياس. يا مرحبا بضيوفنا في دار سلمان، يا ضيفنا قدرك على العين والراس. متابعينا الكرام، هكذا هي انطلاقتي هذا الشوط، الشوط الثالث والخاص بفئة الحيل من مسافة 8 كيلومترات الذي يضم نخبة من الأسماء، نخبة من القوى العظمى من خلال تواجد عز فريدة والشيخ روعة وذكريات انصيبة وسلهودة الفاتنة ومياسة الفيصلية والتماس بلشة وغرام أنصيبة وتراحيب الخزعلية وعسيلة من حاف ونبضة الغزيل ونوايد راهية والعين وآخرا الشاهينية. هكذا هي الأسماء المعلنة لتواجدها، المعلنة لحضورها الكبير. متابعين الكرام، مقدمة الشوط والمركز الأول أتابع هنالك أنصيبة على الصدارة، هجن الشحانية تقدم وتدفع بنصيبة، سالم بن جابر بن علي بن فران في المتابعة والتابعة.
ضمير المركز الثاني. هنالك الحضور، هنالك القدوم في هذه اللحظات. مرحبا يا الفاتنة الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان سعيد بن مبروك الوهيبي بالمتابعة والتضمير. المركز الثالث، ومن تحت المركز الثالث القدوم من هجن الشحانية تدفع بورقة أخرى وتقدم لنا الغزيل بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتابع الغزيل، ولكن الاختراق من الجانب الآخر، الاقتحام من هجن العاصفة، عصفت العاصفة الآن وتدفع لنا بمياس وغياث الهلالية في المتابعة والتضمير. ولكن المركز الخامس، هنالك القدوم في هذه اللحظات مع نوايد هجن الشحانية تدفع بنوايد محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا هم الخمسة، هكذا هم الفايف ستار، العودة إلى الصدارة، العودة إلى هجن العاصفة ومؤسسة العاصفة ومعركة العاصفة وأبطال العاصفة. هنا من تنطلق، هنا هنالك في هذه اللحظات من تنطلق بالانطلاق الأول. مياسة وهجن العاصفة من تدفع لنا بمياسة بالانطلاق الأول لتستلم زمام الأمور. الشعار المتألق في هذا المساء، مساء الذهب، مساء النواميس، مساء الانتصار في المهرجان الغالي، جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثرى هجن العاصفة وأبناء الإمارات. هنالك من ينطلقون ويحددون هذا المسار مع مياسة. مياسة الآن بدأت تباعد المسافة، ولكن هجن الشحانية بدأت تقلص الفارق. تقدم لنا النصيبة سالم بن جابر بن علي بن فران في المتابعة والتضمير. المركز الثالث أيضا هجن الشحانية تدفع بالدعم الآن مع الغزيل. الآن القادمة مع هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم الغزيل. المركز الرابع القدوم من الفاتنة الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير. المركز الخامس القدوم من نوايد هجن الشحانية تدفع لنا بنوايد. ثلاثة أسماء تنطلق مع هجن الشحانية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا نوايد. هكذا هم الخمسة، ولكن العودة، العودة إلى العاصفة وهجنها، فزاع مالكها، غياث مضمرها. هنا مياسة على الصدارة وهجن العاصفة، عصفت العاصفة على أول الانطلاق. هنا من يتقدم، غياث الهلالية، غياث الهلالية متابعا ومسايرا لهذا الشعار، شعار هجن العاصفة ومؤسسة العاصفة. تنطلق وتدفع لنا بمياسة في هذا الموقع الخطير، الموقع المرغوب. يا سلام يا سلام يا سلام، مياسة 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 تنطلق بالانطلاق الكبير. 3 كيلومترات ما تبقى عن النوماس، ما تبقى على الانتصار، وهجن العاصفة تسيطر مع مياسة. هجن العاصفة تتسنم الصدارة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. من تدفع لنا بمياسة على أول الانطلاق، بينما الحضور من المركز الثاني وصلت النصيبة، النصيبة مع المركز الثاني. وهجن الشحانية بدأت تقترب الآن. هنالك سالم بن جابر بن فران المري في المتابعة والتضمير يقدم لنا النصيبة على المركز
المركز الثاني، المركز الثالث الحضور من الغزيل ايضا لهجن الشح ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم الغزيل، والمركز الرابع القدوم هنالك الحضور من الفاتنة سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك الوهيبي. المركز الخامس الحضور، الحضور وصل الدعم الآن لهجن الشحانية تدفع لنا بعسيل جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل هنا في هذه اللحظات متابع العسيلة، أيضا الحضور من هجن ساح السلم يقدمون النصيبة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد بالمتابعة والتضمير، ولكن وين يا عاصفة وين هبت هبوب العاصفة مع مياسة وانطلاقها الكبير، مياسة وانطلاقها الممتاز غياث يا غياث، غياث الهلالية غياث الليالية ينطلق مع مياسة، ينطلق مع مياسة في هذه اللحظات مع هجن العاصفة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. الكل يتابع، الكل يراقب، الكل يمني النفس بترشيحه الذي أراده. تسير الطموحات مختلفة في مسار هذا الشوط، بدأت هجن الشحانية، بدأت بالاقتراب، بدأت بالاقتراب تشكل الخطر على مستوى المركز الثاني والثالث والرابع. إنه الدعم، إنه الدعم للعنابي لأبناء دولة قطر القادمين على المراكز الثلاث الحاضرين مع النصيبة والغزيل وعسيلة، ولكن من تتسنم الصدارة. إنها هجن العاصفة، مؤسسة العاصفة تنطلق وتدفع لنا بمياسة، ولكن هجن الشحانية بدأت تقلص الفارق مع المركز الثاني. ياهي من أسماء حاضرة، ياهي من شعارات النصيبة يا بن فران، النصيبة يا بن فران، بن فران في كل مكان وزمان يأتي بهذا الحضور، ولكن لوحة الكيلومتر الأخير ياهو من كيلو، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، مياسة العاصفة والنصيبة، هجن الشحانية، هجن الشحانية، العنابي، 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 العنابي مع هجن الشحانية. سالم يا سالم، يا بن جابر، يا بن فران، يا المري، عسيلة وهجن الشحانية، يا بن عقيل، يا بن عقيل، ولكن ولكن النصيبة، النصيبة، النصيبة ساسها بالسبق والإنجاز عامر، وشوطها تحميه وتغير مساره كأنها يوم ذهبت حس الأوامر. أشكر أن ما هو يعرف الانكسار، الله على النصيب، الله، الله على النصيب، الله، الله عليك يا بن فران، يا بن فران بدون أي أوامر مع النصيبة، مع النصيبة. السلام شحاني، السلام شحاني، السلام عنابي، مشكور يا بن فران، تسلم يدينك يا بن فران، تسلم يمينك يا سالم، سالم بن جابر بن علي بن فران المري، من تابع النصيبة والعصاب الأبطان، هجن الشحانية وأبناء دولة قطر يظفرون بالنماس، يظفرون بالانتصار. مشكور يا بن فران، مشكور، تهانينا والنماس والف مبروك. المركز الثاني كان الحضور مع هجن ساح السلم مع النصيبة، المركز الثالث كان الحضور في هذه اللحظات مع هجن شحانية مع الغزي، رابعا هجن العاصفة مع مياسة، وخامسا الحضور من هجن شحانية مع عسيلة. إذن تهانينا والنماس والف مبروك لمالكي النصيبة هجن الشحانية، من خطفت النماس، من خطفت الانتصار مع
متابعة سالم بن جابر بن علي بن فران بدون أي أوامر تذكر. مشكور يا بن فران مشكور. 12 دقيقة 45 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا والنماس. ثانيا من حلت مع المركز الثاني متابعينا الكرام أيضا هجن الشحانية مع سيلة بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. مشكور يا بن عقيل مشكور. 12 دقيقة أم هنا مع المركز الثاني بالفعل هجن سيح السلم مع النصيبة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد بعملية التضمير. 12 دقيقة 48 ثانية 51 جزء من ثانية. ثالثا الغزير هجن شحانية 12 دقيقة 48 ثانية 95 جزء من ثانية. رابعا أيضا لهجن الشحانية مع سيلة 12 دقيقة 50 ثانية 57 جزء من ثانية. خامسا هجن العاصفة مع مياسة 12 دقيقة 50 ثانية 67 جزءا من الثانية. تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذه البطلة النصيبة من غادرت متابعينا.